شرع جهاز مكافحة الإرهاب بعمليات عسكرية واسعة تستهدف معسكرات عصابة داعش السرية والتي بعضها قيد الإنشاء. وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن قوات الجهاز دمرت عددا من الكهوف والأوكار وعجلة تستخدم لحفر الأنفاق، بالإضافة إلى تدمير عدد من المخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة. وأضاف أن القوات ألقت القبض على قيادي في تنظيم داعش خلال محاولة الهرب من موقع العمليات، حيث تمت محاصرته بعملية إنزال جوي متقنة بالقرب من نهر نارين في محافظة ديالى.